مشاهدينا الكرام، صباح الخير عليكم. مرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء من طريق السيار. إذا سؤال مطروح هذا الصباح هو شكون اللي كيتحمل المسؤولية في ارتفاع أسعار أضاحي العيد هاد السنة؟ كنشوفوا أنه بزاف الناس كيتشكاو من ارتفاع ديال أثمنة الأضاحي هاد العام، خصوصا أنه كاين اللي وصل 7000 درهم، كاين اللي وصل 10000 درهم، يعني والحوالي اللي كانوا بخمسين 56 أصبح الثمن ديالهم 80000 ريال، كاين اللي ماشي في الاستطاعة ديالو، خصوصا كنعيشوا أزمة كورونا ومازال كنعيشوا، عشنا فيها عام ونص، الناس تكرفصوا بزاف، فما يمكنش يشريو أضحية ب4000 درهم. الله يحسن العوان، كاين اللي عنده اليتامى، كاين اللي ماشي في الاستطاعة ديالو. فبغينا نعرفوا شكون اللي كيتحمل المسؤولية في ارتفاع أسعار الأضاحي هاد السنة. يعني لاحظنا حتى الكراجات مازال ما تحلوش كاملين، كاين شي حاجه قليله اللي محلولين. كذلك مرحبا، يعني مشاهدينا نصيحة لأي واحد بغى يشري الكبش ديال العيد، فمشي بالضرورة أنكم تاخذوا كريدي باش تاخذوا واحد الحول كبير لوليداتكم، تفرحوهم لكن على قدر المستطاع. فكاين اللي كيقول أنه وزارة الفلاحة كتحمل المسؤولية، ممكن يعني كنتمنى أنكم تكتبونا الآراء ديالكم باش نقدروا نوصلوا لشي نتيجة. فوالا أم ريحان كتقولك بنادم ياخد على قد قدو، يصبر نهار العيد دايزو ندوزو باش ما كتب الله، الله ياخد الحق ان شاء الله بإذن الله. داكشي اللي كنتمناو يعني المغاربة كلكم، يعني تاخدو الكبش ديال العيد على قد المستطاع ديالكم، ماشي بالضرورة الإنسان ياخد كبش غالي باش الجيران يشوفوني راه شريت حولي كبير، ولا باش شي حد يقول تبارك الله فلانة شرات حولي كبير لولادها. بالعكس، باللي قسم الله واللي قدرك عليه الله تشري عندك، شري أضحية العيد مزيانة، شريها تب مليون، ما عندكش تشري على قد المستطاع 40-50 إلى أكثر. ونتمنى إن شاء الله تعالى أن الناس كاملين يعيدوا، وكل واحد يفرح الوليدات ديالو ويفرح الأهل ديالو إن شاء الله بإذن الله. كنتمنى التوفيق للجميع، وإن شاء الله يدوز عندكم هذا العيد بالخير والبركات، ويدوز عندكم إن شاء الله بإذن الله مزيان، وتعيدوا وتفرحوا وليداتكم ووالديكم، وتدوزوا
الحدود والتقاليد والعادات ديال عيد الأضحى، لأنه كنعرف في المغرب كتكون تقاليد وطقوس خاصة خلال عيد الأضحى. مبروك عواشركم مشاهدينا، ونتلاقاو إن شاء الله في بث آخر.